ما ذكرت الطف إلا وذكر الإمام زين العابدين. تحرك الإمام زين العابدين عليه السلام في واقعة الطف على مساحتين. المساحة الأولى حينما دخل الكوفة مسبيا، وحينما دخل الشام مسبيا. أما الشطر الثاني الذي تعلق من حياة الإمام بالطف حينما كان في المدينة، وكانت دعواه إلى الطف من خلال البكاء. هناك ارتباط بين دمعة الإمام وبين الطف في داخل المدينة. السلام عليك يا خازن علم الله، السلام عليك يا علم الهدى، السلام عليك يا إمام التقى، السلام عليك يا ترجمان وحي الله، السلام عليك يا ابن المقتول ظلما، السلام عليك يا ابن المحزوز الرأس من القفا، السلام عليك يا ابن العطشان حتى قضى، السلام عليك يا ابن طريح كربلاء، السلام عليك يا ابن المسلوب العمامة والردى، السلام عليك يا ابن من بكت عليه ملائكة السماء، السلام عليك يا ابن من ناحت عليه الجن في الأرض والطير في الهواء، السلام عليك يا ابن من رأسه على السنان يهدى، السلام على ابن من حرمه من العراق إلى الشام تسبى. من وحي هذه المناسبة كتبت هذه الخاطرة. وإذ نحن نشد الرحال إلى سفرك الروحي سيدي، لا بد أن نحلق أولا في آفاقك العاشورائية، تلك الآفاق التي امتدت امتداد عمرك الشريف، فلوعة عاشوراء ما زالت ترسل بمرارتها عبر مذاقات أيامك حتى اختار الله لك اللحوق بأبيك الحسين عليه السلام، فلا زالت دموعك مسفوحة منذ يومك وحتى يومي في أروقة الجزارين، حيثما فتئت الأكباش كما عهدتها سيدي، لا تلاقي أعناقها حرارة السكين حتى تطفى غائلة عطشها أولا، إلا قربان هذا الدين فقد لاقى نحره سيف البغي، والعطش يمزق بأنيابه جل بدنه، فالشفاه ذابلات والعينان غائرتان، والإيهاب فضلا عن السهام والسيوف التي هوت عليه، قد ولغت فيه ألسنة العطش حتى ارتوت من دمه. لك أن تبكيه سيدي ليلا ونهارا، وما ظني أنك بكيته بكاء فقد الابن لأبيه، فهذا شأن جميع الخلائق، والصبر منكم أرجى وأحجى. أهل البيت، ولكنك بكيته بكاء المفارق لتجليات الله على أرضه، ذلك التجلي الذي أضاء لكم عرصات أرواحكم حتى غدت كالأقمار تعكس ذلك النور الإلهي في دياجي وجوداتنا، فكنتم أنتم الهادين المهديين لخلق الله، والقرى الظاهرة التي منها يتزود الخلق في مسيره إلى بارئه. نعم، لك سيدي أن تبكيه حتى يختار الله لك داره التي هو فيها، تلك الدار التي جعلها الله للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، تلك الدار التي جعل الله الحسين سيد شبابها، فما أشرقها بذلك النور الذي شاع في ربوعها.
نعم سيدي، أنى لك أن تحبس دموعك وقد ابيضت عينا يعقوب لبعد يوسف في هذه الدار، ولا زال يأتي يعقوب خاطر من إشراقة يوسف، فالأمل منعقد للقائهما في هذه الدنيا. ومع ذلك طار الوجد بنور عيني يعقوب فهو كريم. سيدي إنك محل تلقي أنوار الله، ولما اختار الله أن يشرق البرزخ بنور أبيك الحسين عليه السلام كنت ترى كم الأرض باتت مظلمة وهذا النور يتجه ناحية البرزخ. نعم سيدي، ظلت دموعك منسكبة وفي فمك غصة والدنيا معتمة حتى لقيت أبيك الحسين فتنعمت بإشراقته مرة أخرى. أما أنا سيدي فأبكيكما في كل مناسبة، بيد أني لا أدري لما أبكيكم. مرة أمني نفسي بأن البكاء أو التباكي عليكم سيجفف دمعتي في أخراي فأستفيض منها في أولاي، فتراني ما بكيت إلا على نفسي طامعا بالسلامة لها، وأين هذا من بكائك سيدي؟ فإن زعمت كما زعم شاعركم تبكيك عيني لا لأجل مثوبة ولكنما عيني لأجلك باكية، خشيت أن يكون بكائي هو الغاية ومحط الرحال لأني لا زلت غير عارف بمقامكم، فمن أين لي الدعوى أن بكائي لأجلك؟ وإن كان بكائي حقا لأجلك للحوق بك فلما لا أسعى بقدمي العمل والسلوك للدخول إلى حرم قدسك لأتلقى نبال الدهر بصدر تدرع بالصبر للذب عن منهجكم كما صنع مواليكم في يوم الطف إذ افترشوا الصدور لتثب عليها سهام القوم للحيلولة دون وصولها إلى أجسادكم الطاهرة. إن كان سيدي حقا يا أبا عبد الله أن عيني لأجلك باكية، لما لا تطهر هذه العين من النظر إلى محارم الله؟ لما لا تذلف دمعة من خشية الله؟ لما لا تسهر في طاعة الله؟ لما لا تراقب الله؟ بل لما لا ترى الله وأنت تقول عميت عين لا تراك؟ إن العيون التي بكت أبا عبد الله حقا هي تلك العيون التي كانت لا ترى سوى نور الله، حتى إذا ما تحول ذلك النور عن جهتها ليشرق في نشأة أخرى فاضت بالدم وبيضت حتى يؤتى إليها بقميص فيه من ريح ذلك النور ليرتد إليها بصرها. أنا أعلم علم اليقين سيدي، لو أن عيني كانت لأجلك حقا باكية لكانت عينا يعقوبية، ولكن أشد ما أخشاه على نفسي أن تكون عيني الدامعة هي كتلك العين التي كانت تجهز على الحسين وتسلب رحله وهي غير قادرة على أن تكفكف دمعها، فمهلا يا عين أن تذرفي دمعة، ودققي يا نفس النظر هل تجدين للفؤاد عينا ينضح منها للعين دم؟ فإن كان فارسليها مدرارا، وإلا فامسكي فذاك دمع أهل كوفان. وصلوا على محمد وآل محمد.